تقرير هو يخص رصد التعددية السياسية خلال الحملة الانتخابية. خرجنا معناتها تقرير أولي يخص الأسبوع الأول، والتقرير هذا الأخراني باش يخص الثلاثة أسابيع متاع الحملة الانتخابية. النتائج الأولية تشوف اللي ثم معناتها ثم تدرج بين الجمعة الأولى والجمعة الثانية والأسبوع الأخير الجمعة الثالثة في إجمالنا النتائج الإجمالية في تخصيص أكثر معناتها مساحة زمنية للمترشحين، لأنه معناتها في التقرير الأسبوع الأول كان عندنا تخوف لأنه النتائج أظهرت إجمالا أنه خاصة في التلفزات خصت وقت للفاعلين السياسيين غير المترشحين للانتخابات التشريعية، واللي هما في أغلبهم كانوا مترشحين للانتخابات الرئاسية، على حساب المترشحين للانتخابات التشريعية. ولو أن الإذاعات كانت أكثر التزام، أما بالنسبة معناتها ضئيلة بالنسبة للتلفز. التقرير الإجمالي يقول اللي معناتها النتائج الأولية التضارب هذا بين الحملة الرئاسية قبل الحملة الرسمية والحملة الانتخابية التشريعية نقص، لأنه التلفزات إجمالاً التزمت أكثر بالضوابط القانونية للتغطية الإعلامية للحملة التشريعية وأعطت مساحات أكثر للمترشحين. لكن هذه النتائج الإجمالية. كي ندخل في التفصيل نلقاو معناتها فوارق بين المختلف معناتها وسائل بين التلفزات وبين الإذاعات، وفي التلفزات هي بيدها معناتها فما فوارق كبيرة، فما شكون ما التزمش بالقانون تماما معناتها هو خارج القانون، الوضعية نتاعو معناتها القانونية خارج القانون، لكن واصل في الحملة الانتخابية معناتها عطانا أدلة اللي ممكن معناتها بعض القنوات الهيئة العليا المستقلة الإعلام السمعي والبصري كانت صائبة في عدم إسنادها معناتها إجازات. فما إخلالات أخرى معناتها، وهذا باش يوريه التقرير حول التعددية. هناك من حاول الالتزام معناتها بالضوابط وحاول معناتها أعطاء الفرص لجميع قوائم المترشحين بما يمليه معناتها القانون، وثم شكون تخصص في معناتها اللايف متى الاجتماعات الحزبية، البث المباشر للاجتماعات الحزبية. احنا ما ندخلوش في الخط التحريري للقنوات، لكن بالنسبة للتعددية المسألة هذه مسألة فيها نوع من الخطورة على تحقيق التوازن، لأنه التخصص في فما قائمات ما تعملش اللي يسميوه في الشرق اجتماعات خطابية، معناتها الناس تبدأ تحكي مدة ساعات وما إلى ذلك. المشكلة أنه ما نجموش نضبطوا الوقت متاع البث المباشر، وقت اللي نعملوا بث مباشر وفي ظل معناتها الإمكانيات المالية المحدودة للقنوات التونسية، اللي مسألة إعادة البث هي مسألة معناتها ظاهرة منتشرة في تقريب كامل القنوات التونسية. مثلا ثم قناة عدت بث مباشر لاجتماع ثم أعادت بثه 7 مرات، وقت اللي هي عندها تكون 30 ساعة بث حول الحملة الانتخابية، عندها أقل شوية من 7 سوايع لاجتماع حزبي واحد. فمعناتها فما مشكلة في خلق التوازن بين مختلف قوائم المترشحين. هذه معناتها لكن ماهوش هذا الإخلال، ممكن فما معناتها الرأي العام والمتابعين للشأن الانتخابي معناتها وهما محقين في ذلك قلقتهم المسألة متاع
متاع البث المباشر للاجتماعات الحزبية، لكن ثم قنوات أخرى ما قامتش ببث الاجتماعات الحزبية لكنها خصت مساحات خارج البرمجة لي وقد ما معناتها ما نقرب نهاية الحملة الانتخابية خارج البرمجة نتاع الانتخابات لقاءات خاصة مع معناتها شخصيات سياسية عندها ثقل كبير في الانتخابات. بالنسبة لمسألة التعددية، هاللقاءات نوع اللقاءات هذه تشكل تقريب نفس الخطر اللي تشكلوا معناتها بث الاجتماعات الحزبية على المباشر. الهدف من معناتها من التغطية المتوازنة هو إعطاء فرصة لجميع القوائم المترشحة. صحيح كان ثم معناتها بعض الصعوبة لأنه القوائم ثم معناتها أكثر من 1300 قائمة، ثم أكثر من 9400 مترشح، والوضعية التونسية وضعية خاصة لأنه الحكومة حكومة معناتها تقنوقراط، ماهيش حكومة معناتها منبثقة عن الأغلبية البرلمانية، والأغلبية البرلمانية احنا في المجلس التأسيسي في وضعية انتقالية. هذه الكل معناتها خصوصيات تونسية القينا لها في معناتها في برشا حديث مع ليزي مع الخبراء في القانون لضمان معناتها تغطية متوازنة يسميوه رجال القانون المساواة المعدلة ليغاليتي بونديري بالنسبة للانتخابات التشريعية. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية اللي باش تبدأ في أقل من أسبوع باش تكون القانون الانتخابي يفرض المساواة التامة ليغاليتي توتال أونتخ لي كانديدا بين المترشحين.